عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم النوغا البيضاء ناجحة جدا، كتجي رائعة. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة ديال التحضير. المقادير فخاص تكون مضبوطة بالميزان. غنحتاج 400 غرام ديال السكر الخشن أو السكر سنيدة، مع 100 غرام ديال الجليكوز. بالنسبة للأخوات اللي ما تيعرفوش، فهو تيكون في بواطة على هذا الشكل. هذا غنحتاج 60 مليلتر ديال ماء الزهر و 60 مليلتر ديال ماء العادي، يعني 50 غرام من كل حاجة. عندي هنايا 60 غرام ديال أبيض البيض، ما يعادل أبيض بيضتين يكون متوسطين في الحجم. 250 غرام ديال العسل الحر، أنا استعملت الزمزمي، ممكن تستعملوا اي عسل غير ما يكونش ديال السكر. عندي 400 غرام ديال اللوز اللي مسحته وحمرته على نار مهيله حتى تحمر، مع 30 غرام ديال زبده الكاكاو، كتباع يعني بجوج اشكال، اقراص او لا قطع على هذا الشكل، و20 غرام ديال السكر او لا سكر سنيده. والمقادير كامله خاصنا نحضروها من قبل ونوضعوها على تيساع تكون واجده، عاد نبداو نشرعوا في عمليه ديال التحضير. نوجدو حتى المول المغلف بالسلفيغيزي من قبل. في كاسرونه غادي نوضع السكر مع الجليكوز، ثم غادي ندير الزهر والماء وغادي نضربهم فوق النار. كندير العسل حتى هو في كاسرونه اخرى، ممكن نشتغلو بجوج ديال الطرق. الطريقه الاولى اننا كنردو العسل والجليكوز بجوج، وكنخليو العسل على نار مهيله بزاف باش كيجي الطياب ديالهم قاد مع ديال الجليكوز، او لا كنردو الجليكوز على نار مهيله باش ما يتحرق ليناش، ونراقبوه بواسطه الميزان الحراره الغذائي حتى كيوصل ل 120، عاد كنشعلو على العسل. انا غادي نخليه يدير 120، عاد نشعل على العسل ونراقبو حتى هو الحراره ديالو، ومره مره نحركو بهالطريقه هذه، وحنا كما كتلاحظوا معايا مراقبين درجه الحراره. كما كتلاحظوا معايا قرب يدير 120، فهاد الاثناء نحاول نحضر العسل ديالي، نوضعو على النار، ومن يوصل ل 120 نشعل عليه مباشره. دابا وصل لي ل 121، شعلت على العسل وخليته حتى يوصل 140 درجه، والجليكوز ل 150 درجه، عاد كنخلطهم مع بعض، يعني نراقب هم بجوج، هذا يوصل ل 140 والاخر يوصل ل 150. غنطلع بسرعه يعني في واحد الاناء اللي هو معدني، من بعد غنضعضعو فيه الحراره. السكر 20 غرام مع الابيض ديال البيض، ونطلع بواسطه الباتور اللي عندها العجانه غارقه، ما غرقاش بحال ديالي، طلعها غير بالعجانه، وغادي نبقى كنخفق فيه حتى كيولي رغوه بهذا الشكل هذا باستمرار. ميكا يرجع يوصل لنا الخليط الى 150 درجه، كيرجع لونه على هذا الشكل، مباشره كنزيد ليه العسل وكنطفي عليه بعد ما كنخلطه. مباشره كنضيفوا الخليط ديال البيض مورانك شويه بشويه من الجانب، وانا كنخفق بسرعه كما كتلاحظوا، حتى كيرجع الخليط على هذا الشكل هذا، كيبدا كيتقال وكيبيض. عاد كنضيف له زبده الكاكاو اللي كندوبها يا اما في الميكرو اوند يا اما في حمام مريم. بالنسبه للخليط ديال الجليكوز والعسل ما خصناش يتجاوز لنا الحراره المطلوبه باش ما كيتحرقش، ولا تحرق ما كتنجحش معنا هذه الوصفه ديال النوغا، وكيجينا الخليط لونه غامق ما كيجيناش ابيض. غنستمر في الخفق كما قلت لكم حتى كنشوفها قبطت راسها واحد شويه، عاد كنزيد الزبده ديال الكاكاو. توقفوا نهائيا على الخفق، ضروري نستمروا في الخفق بشكل مستمر. صافي ملي كنشوفها تقالت كنضيف زبده الكاكاو اللي ذوبت، وانا محتفظ بنفس السرعه
حتى كتمتزج بشكل جيد، وكنستمر في الخفق يعني من مين بديت حتى انتهي 12 الدقيقة. واللي ما عندهاش العجانة تكتفي بالباتور يعني بالخلاط الكهربائي او الطراب الكهربائي، خصو يكون السرعة ديالو قوية، ما يكونش طراب كهربائي اللي هو عادي. ملي كتمر 12 دقيقة كيكون من قبل مجدى الاطار ديالي. انا عندي فيه 23 على 23، وحنا حاجتنا تقريبا في 25 على 25، يعني المجموع ديال الضلع الطول مع العرض يكون 50 سنتيمتر باش كيجينا هو هذاك. يعني بسرعة كنحيدو هاد العجانة، محدها سخونة، فحنا غادي نضيفو اللوز. هاد هذا نضيف اللوز هنا مباشرة، ونحاول نخلط هذا ما حدها سخون. كنحاول نحيدو من بعد، ضروري نخلطو بسرعة باش ما كيجبدش معنا الخليط، وغادي يكون كما قلت لكم موجد الاطار ديالي مغلف بالورق ديال الطبخ بلا ما ندهنو حتى شي حاجة، لان اي فوا كتجمد فهي كتحيد بسهولة. هنا جبتو يعني انا محضره من قبل، وغادي نفرغ الخليط مباشره فيه على هذا الشكل. هذا نمشي حاجه وردو البال راه كتكون سخونه بزاف، الا لها بردت فهي غادي تجمد. اذا نحاولوا نوضعوها وهي مازال على هذا الشكل. هذا غنستمر حتى نفرغها كامله، ولا بقات لكم في العجان فيها العجانه شي حاجه غير بالماء ساخن فهي كتزولي الا لبست لكم عليها، يعني غير الماء ساخن فكيسهل التنظيف ديالها. غنستمر بهذا الشكل هذا، وكنعاون شويه بيدي غير بشويه، راها سخونه نضغط قليلا باش نعمر الجوانب، راها كتكونش كتلصق بزاف. غادي نحاول هاد الفيتريزي فوق منه ونحاول نقبصو مزيان باش يجيني السطح ديالو نقاد. غنحيد هاد القالب ونهزها ونجيب المدلف ونحاول نقادها باش كتجيني مقادها، وهاد العملية خصها تكون بسرعة. غادي نخليها حتى كتبرد بشكل جيد تقريبا واحد الربعة ديال الساعات عاد باش كنقطعوها. كتبرد يعني ما كنخليوهاش في الثلاجه، غير خارج الثلاجه فهي كتحيد بسهوله من بابي كويسون بلا ما نستعملوا الورق دازيوم، كتحيد بسهوله وكتولي على هذا الشكل. هذا غادي نحاول دابا نقطعها بسكين اللي هو حاد باش كيساعدنا. نقطعها في الاول قضبان يعني ولا مستطيلات على هذا الشكل، ومن بعد عاد نقطعها الى مربعات او مستطيلات كيبقى على حساب الرغبه ديالكم، يعني بالشكل اللي بغيتو تقدموها به. كما كتلاحظوا معايا كتجي رائعه في الشكل ديالها من الداخل. غنحدد في الاول باش يجيوني مقادين، عاد من بعد نقطعهم، وكما قلت لكم الموس يكون حاد من الاحسن باش ما تكرفسكمش. غنقط كيفاش كتجي من الداخل، كتجي رائعه وناجحه. كتشوفوا غنستمر كنقطعها كامله، نقطعها من بعد مربعات. كتجي بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا عن قرب، كتجي رائعه جدا. ضروري نحتفظوا فيها السلوفان، انا غندير السلوفان الكبير وغادي نقطعه الى مربعات صغيره. كنحتاجوا لهاد الكميه تقريبا واحد 3 ديال السلوفان كبير، وغنحتاج الى سميبون يكون بالازرق لان انا غادي نديرو البوفيه ديال نيسونس ديال وليد.
غادي نقطعها مربعات، وغادي نوضع كل مربع ديال النوكا في وسط مربع ديال السلوفان، ونسد بالغيبون على هذا الشكل هذا، ونزينو بواسطة مقاس كما كتعرفوا كنجرو هكا باش كيعطينا داك الشكل. غنستمر بهذه الطريقة حتى نسالي الكمية كاملة. هو الشكل النهائي ديالها كتجي رائعة في المذاق وفي الشكل، وكتجي لذيذة بزاف بزاف وسهلة في التحضير. خاص نتبعو غير النصائح، وتكون يعني الأدوات من ميزان وترمومتر عندنا حاضرين، ونوجدوا جميع المقادير من قبل، فأكيد غتنجح معنا. كنتمنى تنال إعجابكم هذا الفيديو، تشاركوه مع الأصدقاء والعائلة ديالكم، تشتركوا في القناة باش يوصلكم دائما جديد الوصفات. وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.